أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس دكتور وورد. في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية تشغيل ملف صوتي سواء كان موسيقى أو آية قرآنية أو إنشودة عند فتح ملف الوورد. طبعا هالعملية مهمة جدا في حال لو أني أستخدم برنامج وورد بكثرة. طبعا ممكن أنه الموسيقى أو الآيات القرآنية ممكن أنه تزيد من تفاعلي مع الملف، وطبعا أكيد هالشي راح يهدئ من الدماغ وبالتالي راح يقلل من التعب. طبعا حتى نعمل هذه العملية راح نتبع الخطوات التالية. راح نذهب إلى قائمة ملف، ومن ثم خيارات لابد أن نظهر المطور. طبعا من تخصيص الشريط نجي نضيف صح على المطور. طبعا هذه المطور، نافذة المطور. جيد، راح تظهر عندنا نافذة جديدة اسمها المطور. الفكرة من العملية هي إدراج مشغل موسيقى، وهذا مشغل الموسيقى اسمه ويندوز ميديا بلاير، راح يكون مخفي وطبعا يعمل بشكل تلقائي عند فتح برنامج وورد، وطبعا راح يتم إعادة تشغيل الموسيقى أكثر من مرة أو إعادة تكرار عملها حتى بالتالي تنطينا تشغيل مستمر. طيب حتى نضيف هذا المشغل نجي إلى نافذة المطور، وطبعا نجي إلى عناصر التحكم، ومن ثم نجي إلى هذه العلامة أدوات قديمة طبعا اللي هي علامة الصندوق. طبعا نجي نضغط كليك عليها، ومن ثم طبعا نجي نضغط على هذا الخيار اللي هو عناصر تحكم إضافية. طبعا راح تظهر عندنا هذه النافذة، طبعا نافذة جديدة راح تظهر، وطبعا عندنا مجموعة من العناصر، وهنا طبعا عناصر مرتبة بالحروف الأبجدية ABCD، وأكيد طبعا ويندوز W يعني في الأخير. فنجي ويندوز ميديا بلاير، ومن ثم طبعا موافق. راح يتم إظهار ويندوز ميديا بلاير، طبعا نضغط عليه كليك أيمن ونجي إلى خصائص، وراح تظهر عندنا هذه النافذة. طبعا أيضا نافذة راح تظهر عندي، أجي إلى كاستم وأضغط على هذه النقاط الثلاثة اللي هي خيارات مخصصة، راح تظهر عندي هذه النافذة. عندي هنا البراوز اللي هو مصدر الصوت، طبعا سواء كان صوت أو فيديو أنا راح أختار صوت. وطبعا عندنا هنا أوتو ستارت، لابد أنه نتأكد من عندها أوتو ستارت، لابد انه نتأكد انه مفعلة. وعدنا طبعا هنا عدد التكرار، مثلا راح اختار 20 مرة مثلا. طبعا بامكان انه اختار العدد اللي انا اريده. الصوت طبعا بامكان انه انصي وعلي حسب الدرجة اللي انا اريدها. وعدنا هنا جزء مهم جدا اللي هو select mode، طبعا تحديد المود الخاص بالمشغل. لابد انه نختار invisible، الانفيزيبل يعني معناها غير مرئي. طيب اجي اضغط على اوكي، وطبعا ممكن بامكاني انه اخلي هذه النافذة تكون على اليسار. ممتاز. الان بمجرد انه اخرج من وضع التصميم، هذا عندي هنا نبي المطور وضع التصميم، فقط عندما اخرج من وضع التصميم راح تعمل الموسيقى. طبعا بامكاني ان اكتب مثلا منصة عالم بها الاحترافي التعليمية. ألاحظ أنه ملف الموسيقى يعمل في الخلفية، وأنا طبعا أشتغل على برنامج وورد. طبعا هالشي ممكن يعني يزيد من تفاعلي مع البرنامج. طبعا بإمكاني أنه أحفظ الملف من قائمة فايل حفظ، ويعني أخلي الملف في أي مكان. وطبعا عندما أفتح الملف، يعني مثلا هذا الملف اللي يعني حفظته، عندما أفتحها بشكل مباشر راح تعمل الموسيقى.
إن شاء الله تكون هذه المحاضرة مهمة وجميلة. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.